صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير بهذا اليوم الجميل، يوم الاثنين. حبك الاثنين، أول يوم الأسبوع، أول يوم دوام في رمضان، يعني صراحة وأول يوم في هذا الشهر. الحمد لله الله تمم علينا شهر 3 بالخير، ما كان ناوي يخلص الشهر. الحمد لله بدأ شهر 4 وبدأت أحلى 30 يوم في السنة، شهر رمضان الجميل، شهر رمضان فيه الطقوس والشعائر، يعني تحسون حتى على قولت أمي تقول حتى الجو فيه ريحة غير في رمضان، تحسون ريحة رمضان مختلفة، الجو جميل يكون، تحسون فيه سكينة على الناس، يعني كل الناس فيه عندها شي سكينة وروحانية شي مع رمضان، صوت التراويح في الليل. فكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم اللي صدقوني يعني الكل يعرف ان الايام تطير في رمضان، يعني تونا بعدين اليوم ثالث يوم، اليوم ثالث يوم رمضان، يعني شوفوا تونا نقول متى رمضان اللي وصلنا ثالث يوم. على قولت امي غمضي فتحي خلص رمضان، خلاص وصلنا العيد. ف خلونا كنا نستمتع برمضان باجواء بروحانيته، بصله الرحم اللي فيه، بالتراويح، قيام الليل، اجواء رمضان نستمتع فيها عشان نطلع من رمضان مثل ما كنا دائما نقول من الاسبوع اللي فات قبل رمضان، نطلع منه نحن نفسيا وروحانيا افضل، مو بس جسديا، مو بس عشان والله رمضان هي عشان والله انا انزل وزني او اعدل ضغطي او اعدل السكر عندي، لكن ايضا اطلع منه روحانيا افضل، اتعلم ان اتعامل مع التوتر في حياتي بشكل افضل، ما اخلي منغصات الحياه تاثر علي مثل ما يقول ما تخلي ارقد الليل افكر ليل نهار. نتعلم من الصوم، الصوم يسمونه تهذيب للنفس. شو يعني تهذيب للنفس؟ مو بس في سالفه الاكل، تهذيب النفس لروحنا، لطاقتنا، طريقه تفكيرنا. استغلوا رمضان في هالشيء، تطلعون منه ناس افضل، ناس متجددين، ناس شباب اكثر، بانكم ما تركزون على الاشياء السلبيه في حياتكم. وهذا برنامجكم دائما، ما دمنا نقول ما نركز على السلبيه ونكون ناس ايجابيين. اكيد هذا برنامجكم صحه وسعاده اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع اذاعتنا المتميزه دائما وابدا اذاعه نور دبي. نطلع عليكم من الاثنين الى الجمعه على مدى تقريبا ساعه اذاعيه، نطرح فيها كافة المواضيع اللي تهمكم، نستقبل الضيوف اللي يناقشون المواضيع الصحية الساخنة على الساحة مثل ما يقولون، يعني مثل ما شفتوا من الأسبوعين اللي طافوا بدينا نطرح المواضيع المتعلقة بالاستعداد لرمضان. يعني انت الحين ما نتريح لي رمضان ونقول لكم الناس اللي عندهم امراض مزمنة تشوفوا الدكتور، المرأة الحامل لازم تشوف طبيبتها، بدينا نناقش المواضيع قبل وصول شهر رمضان الكريم عشان نتأكد أنكم مستعدين لهذا الشهر الجميل، أجمل 30 شهر في السنة. مثل ما تعودتوا دائما يكون عندنا أو شيء خبر أو دراسة، وبعدين عندنا السوشيال ميديا، وفقرة التغذية اليوم مهمة جدا تتكلم عن الصيام والصداع، وتوقع وايد من الناس مشكلتهم مع الصيام هي الصداع، خصوصا في أول يومين من الصيام. فبتكون معنا أخصائية التغذية نجلة بتكلمنا عن الصيام والصداع، والفقرة الأخيرة بتكون عن مرضى الصرع والصيام. طبعا مرضى الصرع يكون ياخذون أدوية معينة قد يحتاجون إلى إعادة جدول حتى أكلهم، ترى أكلهم، أدويتهم، سهرهم وغيره لتجنب نوبات الصرع. نبتدي دائما بالخبر. الخبر يقول علاقة جديدة لأوميجا 3 وأوميجا 6 بالسرطان. أوميجا 3 هي الحبوب اللي يسمونها الناس زيت السمك، أو الحبوب اللي قلتهم داخلة فيه زيت اللي يكون شي كبسولات طويلة. يقولون هناك علاقة جديدة لأوميجا 3 وأوميجا 6. تشير نتائج دراسة جديدة أجريت على الفئران إلى أن أحماض الأوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد العلاج المناعي والعلاجات الأخرى في القيام بعمل أفضل بعد مكافحة السرطان. يعني الناس اللي بسم الله فيهم سرطان تعالجوا، تناول أوميجا 3 يساعد العلاجات ما بعد إزالة الورم عشان يقوم العلاج بشكل أفضل. تعتبر العلاجات المناعية التي تحفز جهاز المناعة في الجسم، طبعا تحفز جهاز المناعة لمهاجمة السرطان، إحدى أهم العلاجات التي أحدثت ثورة في علاج السرطان، لكنها لا تعمل بنفس المستوى مع كل مريض. يقول مساعد باحث في مركز بث إسرائيل ديكونس الطبي التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أبيجيل كيلي اسم المساعد الباحث، يمكن أن تكون التدخلات الغذائية أدوات قوية لأنها بسيطة نسبيا غير مكلفة في التنفيذ.
اقترحت الأبحاث أن أحماض الأوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، في حين أن استهلاك الكثير من أحماض الأوميجا 6 الدهنية يمكن أن يحفز السرطان. تشير مصادر أوميجا 3 وتشمل مصادر أوميجا 3 الأسماك والمكسرات والبذور، بينما توجد أوميجا 6 في اللحوم والبيض والأطعمة الأخرى. يعني الأوميجا 3 اللي احنا نوصف لكم اياه في العيادات اللي موجود في كل مكان، ممكن تاخذونه حتى من غير وصفة طبية، من الجمعيات من الصيدليات، موجود في كل مكان، زيت كبد الحوت او زيت السمك مثل ما يسمونه، يساعد الجهاز المناعي عشان يقاوم السرطان، وايضا الناس اللي بسمنا فيهم سرطان وعلى علاجات مناعية يساعدهم الأوميجا 3 عشان يحصلون نتيجة افضل من العلاج. والأوميجا 3 موجود في الأسماك، وايد مننا يعرف أنه موجود في الأسماك، السلمون، في كل أنواع الأسماك خصوصا الأسماك الحمراء، وفي المكسرات والبذور. البذور اللي هي تنباع أحيانا بالكيلو يسمونها الهيلثي ميكس أو المزيج الصحي، يكون في جرانولا، حبوب تبع الشمس، يكون في أنواع مختلفة من الحبوب تلاقونها مخلوطة مع بعض في المحامص وغيرها. دائما ننصح الناس أن تحطها، تضيفها على الزبادي، تضيفها على السلطة عشان تاخذ ألياف وتاخذ أوميجا 3. الأوميجا 6 على النقيض قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والأوميجا 6 يكون في اللحوم والبيض والأطعمة الأخرى. وطبعا هذا مو معنى نمتنع عنها، لكن مثل ما دائما نقول كل شيء باعتدال زين. فهذه دراستنا لليوم. الحين نروح لفقرة السوشيال ميديا، وأسماء الجناحي بتخبرنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباح الورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور سرور، عليكم دكتورة، على كل مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله وكل عام وانت بخير، والله يديم الله يعود علينا ان شاء الله رمضان واحنا بالصحة والعافية، وحبانا الصحة والعافية واجواء رمضان الجميلة. الله علينا وعليك يا رب، على كل مستمعين إذاعة نور دبي وكل من يحب برنامج الإذاعي. قولي لنا يا أسماء، ما هو جديد السوشيال ميديا لليوم؟ أنا خلي بعض الأشياء نحب نذكر فيها الجمهور، وهو حول التغييرات اللي كانت موجودة عندنا. هناك نقل خدمات لمركز مول الإمارات، حيث تم إغلاق مركز الفحص أو منصة الفحص لكوفيد 19 في مركز مول الإمارات، ونقل الخدمة إلى مراكز الفحص الأخرى يتابع لها أي تصاحب الدي. ونحب هذا كان من تاريخ 1 أبريل، وهذا ممكن يروشون للمراكز الفحص اللي تعمل على مدار الساعة، اللي هي موجودة في كل من نخول، ند الحمار وند الشبا، والمراكز هاي تعمل على مدار الساعة من الفحص من المركبة ولا تحتاج إلى حجز مسبق. أما المراكز الثانية تابعة لهيئة الصحة والبي، يمكن نادي ناصر المراكز الرعاية الصحية الأولية تحتاج حجز مسبق. أيضا من بعض الأشياء اللي صارت خلال الفترة الماضية، أن نحن ختمنا شهر القراءة بحفل توقيع مجموعة من المؤلفات لكوادرنا الطبية والإدارية. كان هناك مجموعة كبيرة من الإصدارات، نحن نفتخر بوجود يعني كوادر يعني كوادرنا أو موظفينا أو فرقنا اللي هم بدأوا يعني ينطلقون في مجال كتابة المؤلفات وغيرها. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في أوقع في قناة التواصل الاجتماعي هي التغييرات اللي جرت في مواعيد العمل في مراكز هيئة الصحة والمراكز التخصصية الرعاية الصحية المستشفيات وأيضا مراكز اللياقة الطبية. لذلك هم بيحصلونها على هايلايت انستغرام وعلى تويتر ستوري، موجود أوقات العمل كلها. ممكن هم مجرد يدخلون انستغرام بيحصلونها في خانة الهايلايت بالعربي والإنجليزي. أيضا صادف 2 ديسمبر هو اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وكان هناك فيديو جميل أيضا تم مشاركته من مركز دبي للتوحد، وهو بعنوان أنا طفل مصاب بالتوحد تقبلني كما أنا. الفيديو وايد جميل، ننصح الجميع أن يدخلوا حساباتنا ويشوفون هذا الفيديو. تقريبا هالأشياء كلها كانت قناة التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونحن نحب نذكر بالهاندلز أو الحسابات الخاصة بهيئة الصحة، الإنستغرام وتويتر هو DHA_Dubai، أما القنوات الثانية فهو دبي هيلث أوثوريتي. ونتمنى لكم الصحة والسعادة، وعساك دوم يا أسماء إن شاء الله بصحة وسعادة ونهارك سعيد إن شاء الله. مثل ما ذكرت أسماء بخصوص
خدمات الفحص أو المسح من المركبة، موجود هناك مراكز المسح في المنخول وفي نادي الحمر موجودين، مش في المركز الصحي ولكن مراكز منفصلة مثل خيم موجودة للمسح، ما يحتاج مواعيد، لكن المسحات في قطاع الرعاية الصحية الأولية في العيادات لازم تاخذونها موعد عشان تعرفون يكون في تنظيم العمل وما يكون في تكدس وتحصلون على الخدمة في الوقت اللي يناسبكم. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل مثل ما كنت أقول فقرة التغذية بتكون عن الصيام والصداع، بتكون عندنا الأستاذة نجلة درويش عبيد اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. طبعا من بين كل الحالات الصحية العارضة فإن إصابة البعض بالصداع خلال الصيام أحد أكثر الأعراض شيوعا مع بدء شهر الصوم. لهذا النوع من الصداع طبعا أسباب كثيرة، منها ما هو مرتبط بشكل أساسي بنوعية الأكل أو الشرب اللي نعتاد عليه قبل رمضان، نقولوا قهوة يعني، بس هم مستحيين يقولون قهوة، هي القهوة القهوة تكون 5 أكواب في اليوم أو نبدأ الصبح هي السبب الرئيسي في الصداع. واستمرار طبعا لحديثنا عن شهر الصوم وكل ما يهم صحتكم، نتحدث اليوم عن الصداع والصيام، ويسعدنا يكون معنا اليوم على الهواء مباشرة الأستاذة نجلة درويش عبيد اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة نجلة. صباح النور دكتورة نجاة، ونحيي جميع المستمعين. أكيد أول شيء بتقولين مفروض ما تشربون، تقللون قهوة قبل رمضان عشان ما تصدعون. أنا عارف أنا عارف، لا أنا وحدة نصحتني قالت لي يعني تشوفني أن أول يوم رمضان شو يكون وضعي كارثي مع الصداع، قالت لي ندى ابتدي فعلا قللي، الغي أول فنجان قهوة الصبح وايد بيساعدك. فالأمانة يومين قبل رمضان سويت الحمد لله أول مرة يمر علي رمضان من غير صداع لأول مرة، لأني أخرت أول كوب خليت أشربه الساعة 11 أو 12 الظهر، فالكافيين الصباح الجميل هذا ما كان موجود. بس خبرينا الحين الناس اللي دائما يشتكون من الصداع في رمضان، شو العلاقة بين الأشياء اللي ناكلها ونشربها والصداع بشكل عام؟ هني دكتورة مثل ما ذكرتي الصداع يعني من المشاكل اللي نواجهها خاصة في أول أيام رمضان، يعني نحس إن من بداية رمضان حتى الناس اللي ما حست بالصداع بتحس بالصداع، بتكون صحيح الصداع. صح هذا يعني في بعض الأكلات وبعض الأطعمة لها علاقة بالصداع، وممكن إنه يعني يكون هذا الأكل أو اللي تناوله الشخص يحفز الصداع عند شخص وما يحفز عند شخص ثاني. فنحن نقولها بشكل عام الأكلات اللي ممكن تسبب الصداع، بس في نفس الوقت نوجه الناس إنهم يعني يلاحظون الشيء، كل واحد مثلا يراقب شو الشيء اللي ممكن يهيئ له الصداع ويحفز عنده الصداع. مثلا عندنا اللحوم المصنعة، الأطعمة المعلبة، الصلصات دكتورة، في بعض الصلصات مثل صلصة الصويا، وعندنا هني الأكل الصيني، عندنا بعض المكعبات مرق الدياي، بعض الشوربات الجاهزة ممكن تحفز الصداع. بس ارجع اقول انه مو بشرط يكون عند الجميع، يعني انهم ممكن يحفز عندهم الصداع، ممكن عند البعض والبعض الاخر ما يحفز عندهم الصداع، لكن عموما ننصح بتقليل هذه الاطعمه خاصه في شهر رمضان وحتى عقب شهر رمضان. وفي بعد دكتوره مثل ما ذكرت القهوه والشاي والمشروبات اللي فيها كافيين خاصه عند الناس اللي تتكرر عندهم نوبات الصداع، يعني متى ما صدعوا وقالوا لازم نشرب القهوه، هني معناته يخففون من المشروبات هذه ويتناولونها في الحدود المسموحة والمعتدلة، يعني نقول نحن 300 ملغرام إلى 400 ملغرام من الكافيين، يعني ما يعادل 3 أكواب قهوة سودة يعني البلاك كوفي. بس نحن بشكل عام نخفف، نقول يعني الشاي ممكن غلاس، قهوتنا العربية خفيفة في حدود الفناين الصغير ممكن يعني نشربها باعتدال، لو شربنا مثلا بلاك كوفي أو أي القهوة السودة أو أي أنواع ثانية نخفف منها. وما ننسى بعد الكافيين مو بس موجود في القهوة والشاي، لا موجود حتى في المشروبات الغازية وبعض المشروبات الأخرى، فنقلل من استهلاكنا لهالمشروبات عشان نتجنب الصداع. في دكتورة بعض الحمضيات بعد تسبب الصداع مثل البرتقال، جريب فروت، وممكن حتى الفلفل البارد، في الأجبان القديمة بعد نقول الجبن السويسري منها، فنستبدلها بالأجبان الطبيعية قد ما نقدر، و
وفي ناس بعد يعني يحفز عندهم الصداع إذا كانوا يستهلكون الخبز الأبيض بكثرة والسكريات البطاطا يعني شيء بكميات كبيرة. ممتاز. هي الأشياء اللي تحفز الصداع. فنلاحظ ان في اكثر من شغله ممكن انها تحسن او تزيد الصداع عند الناس خصوصا في رمضان. نعطي الناس بعض النصائح، مثلا الناس اللي عندهم صداع نصفي بشكل متكرر، يعني سواء كان علاقه بالصيام او ما له علاقه بالصيام، شو الاكلات او المشروبات اللي تنصحون ان احنا يعني نتناولها؟ وين تفضلون الناس تاخذها، على الفطور، على السحور؟ المشروبات خصوصا رمضان مرتبط وايد بالمشروبات السكريه، فشو نصيحتك بخصوص اول شيء المشروبات السكريه، هل تزيد او تقل الصداع؟ وشو المشروبات اللي لازم نستعيض عنها عشان ما يصيبنا صداع في رمضان؟ هي دكتوره مثل ما ذكرت المشروبات السكريه بلا قد تزيد الصداع، لكن نحن نحاول نستعيضها ونبدلها بالمشروبات الطبيعيه، واذا سوينا مشروبات طبيعية في البيت نحاول نحن نخفف السكريات قد ما نقدر في هالمشروبات، حتى في إضافات الشاي والمشروبات الثانية الساخنة نخفف قد ما نقدر كمية السكر. بشكل عام دكتورة العادات الغذائية، ويعني نحن الأسباب ممكن تكون يعني عند البعض أن مجرد ما تغيرت عندهم مواعيد تناولهم الوجبات وبعض الأدوية حسوا بالصداع، وخاصة الأدوية اللي تعدل مستويات الضغط والدم، ضغط الدم والسكر مثل ما نحن عارفين، وبعد عدم النوم لساعات كافية وما نشرب الماء بكميات كافية لأن الجفاف وايد مرتبط بالصداع. وشيء ثاني بس حبيت بعد أذكره بخصوص اللي عندهم اضطرابات المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي، لأن من ضمن الأشياء اللي تكون مصاحبة لمشكلات الجهاز الهضمي تكرار الصداع ونوبات الصداع، فهني ممكن أن احنا ننصحهم أنهم يخففون الأطعمة الدسمة المقلية، الأطعمة الغنية بالسكريات، المخللات، الأملاح، الأطعمة المعلبة المصنعة، هاي يبتعدون عنها ويقللون منها قدر الإمكان، وعندنا ممكن يركزون على الأطعمة اللي هي غنية بالمغنيسيوم مثل من المصادر النباتية مثل الخضار، البروكلي، السبانخ، خلينا نقول بعد ممكن يركزون على المكسرات غير المملحة وأنهم يشربون الماء بكميات كافية، حتى البوتاسيوم دكتور اللي موجود في الموز، التمر، بعض الفواكه اللي تحتوي على كميات معتدلة أو مناسبة من البوتاسيوم بعد تساعد على تخفيف الصداع. البروبيوتيك البكتيريا النافعة اللي موجودة في الروب والألبان يعني ممكن بعد تخفف مشكلات الصداع، لأن هي بتحسن من الجهاز الهضمي بالتالي بتخف المشكلة. ونرجع نقولهم عدلوا يعني تناول الوجبات يعني بتوازن باعتدال، كلوا بوعي، لا تركزون على الأكلات المالحة الأطعمة الدسمة، ويعدلون في مواعيد تناولهم للوجبات، مو على طول نتناول وجبة الفطور وعقب على طول قهوة، نترك مجال بعد يعني ساعة ساعتين وبعدين نشرب القهوة والشاي عشان نتأكد من امتصاص العناصر الغذائية الهامة للجسم، ممكن يصير في بعض عرقلة للامتصاص مع تداخل الأطعمة والمشروبات الساخنة اللي تحتوي على نسبة كافيين. ممتاز. أستاذة نجلة، في بعض الأعشاب يعني الناس تأخذها عشان تخفف الصداع، فشو رأيك في موضوع الأعشاب والصداع؟ هي أنا صراحة أيد الموضوع هذا، لأن مثل ما يعني مثل ما نعرف ممكن بعض المشكلات اللي مصاحبة للجهاز الهضمي واضطرابات المعدة ومكسرها دكتورة نلاحظ وايد في رمضان، يعني مع خربطة الأكل ومع تناول الأكل بكميات كبيرة ممكن تحصل مشكلات، حتى ممكن الناس ما تعاني من الصداع في خلال نهار رمضان، ممكن يعانون حتى من عقب الفطور على طول. صحيح. حتى خلاص الصداع ياهم لأنه كلوا بكميات كبيرة وصارت عندهم مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي وينشئ عنا اللي هو مشاكل الصداع اللي تكون مصاحبة لهذه الاضطرابات. فالنعناع مثلا مشروبات اللي تساعد تخلص من الصداع بشكل سريع، ويعني تساعد تخلص مشكلات المصاحبة لاضطرابات الجهاز الهضمي. وعندنا بعد مشروب الزنجبيل خاصة الناس اللي تحس بالغثيان اللوعة مع الصداع، الزنجبيل يحد ويخف من الشعور بالغثيان، بس نرجع نقولهم بعد بكميات معتدلة، البابونج، اليانسون، هلا شايفينها أعشاب طبيعية بس نحاول نحن يعني نشربها باعتدال ومو مرة واحدة، ونختار الوقت المناسب اللي ممكن أشربها، يعني مثلا بعد وجبة الفطور بساعة بساعتين ممكن أشرب لي مشروب ينسون أو مشروب نعناع، أو أني أدخل النعناع حتى مع الشاي، هاي أفكار ممكن تساعد أنها تخلصني من المشكلات اللي يسبب الصداع وتخفف علي كذلك اضطرابات الجهاز الهضمي، وما ننسى شرب الماء كميات كافية
يعني أكيد. الماي وايد الناس تهمله برمضان. يقول لك وائل قواسمه ما شاء الله امس هو فاطر خروف محشي ورق عنب، يقول لك بعد الفطور اصلا ما في مكان، ما في مكان للنفس يعني، ما في لا بابونج ولا شيء لا خلاص. دكتورة، بالمقابل الناس تقول ما عليه باكل بس بشرب شاي أخضر لا يعني. الشاي الاخضر المسكين اللي ما تعرفين هو شو المطلوب، هو روح ما بعرف شو المطلوب منه بالضبط، وسط الحوسه اللي مستويه الناس مع الفطور. لا احس يعني يعتقدون انه بيحرقون السعرات الحرارية هاي كلها بالشاي الأخضر، يعني هاي من ضمن الاعتقادات. هم ياسين ما شاء الله وماخذين وما شاء الله ضاربين خروف وهريس وسمبوسه وبكوره، ما مخلين شيء مضر. بس شو يا جماعه الشاي الاخضر صحيح. ما يفيد ترى، ما يحرق حليله يعني، يحرق ايوه يعني مع شويه رياضه معك الخفيف، اما الاجرام اللي يستوي مع طاوله الافطار لا ما اعتقد، لا يعني شاي اخضر ولا يحفز شاي احمر. الايض، يحفز الايض، وفي بعد مضادات اكسده يعني مفيده للجسم، بس هي ما يعني ما مشروب سحري انه بينزل الوزن او بيحرق السعرات الحراريه اللي الشخص تناولها في نفس الوقت. ودائما دائما دكتور الاعشاب الطبيعيه يعني الواحد لازم يحرص انه يتناولها باعتدال، يعني ما اكثر اقول الزنجبيل مفيد وتناوله بزياده، ولا صح البابونج ولا اليانسون، يعني دائما الاعتدال في الشيء وايد مهم واللي اكيد يحافظ على صحه الشخص. اكيد. انا شاكر لك استاذه نجله درويش عبيد اختصاصيه التغذيه السريريه في هيئه الصحه بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الصيام والصداع، شكرا لك ونهارك سعيد. كل الشكر ويومكم اسعد ان شاء الله. يومك سعيد. مثل ما قالت استاذه نجله بخصوص الصيام والصداع مرتبط بعدد من العادات الغذائيه اللي تحتاج الى التغيير، انا اقول قبل رمضان عشان نتفادى الاحساس، نتفادى الصداع بشكل عام، خصوصا ان صداع رمضان يكون قد يتطور يسوي صداع جدا شديد، لان الناس تكون صايمه ما تقدر تاخذ الادويه اللي متعوده عليها. فدائما قبل ما يجي شهر الصيام، وانا دائما يعني انصح الناس انه قبل، اذا انتم من النوع اللي تتعبون جدا مع الصيام، اول يوم يكون عندكم جدا صعب الصداع مع اعراض المصاحبه من الصداع تكون جدا شديده، دائما انا اشجع ان تصومون يوم او يومين قريب رمضان، يعني قبل رمضان باسبوع باربع خمس ايام تصومون يوم ولو صيام متقطع، يعني الصيام مثلا تصومون من الصبح لين الساعه واحدة او ثنتين الظهر، لان تعودون جسمكم تدريجيا على الصيام نفسه. وطبعا معظم الناس مثل ما قالت استاذه نجله هو الموضوع انه يكون الصداع اللي هنا بسبب طبعا المشروبات، هي القهوة والكافيين والشاي والغير المشروبات اللي ناخذها على أول الصبح، ما يكون بالعادة مع كثير من الناس مرتبط بالأكل، يكون مرتبط أكثر بالمشروبات. فلما أنتوا تأخرون أول مشروب تأخذونه الصبح اللي هو يكون قهوة أو يكون شاي، تأخرونه فتهيئون جسمكم تدريجيا للصيام. وأنا عن نفسي جربت قبل رمضان بس والله بيومين مو بأكثر من شي، ما قدرت، قلبي ما طاوعني ما أشرب قهوة الصبح أكثر من شي. يومين قبل رمضان لمدة يومين أخرت أول كوب قهوة من الصبح، خليت الساعة 11 أو 12 الظهر، الحمد لله أول يوم من رمضان أبدا ما عانيت من صداع النصف اللي دائما يجيني كل سنة، لأن ارتفاع الكافيين اللي يستوي أول الصبح بسبب تناول كوب القهوة الصباحي أنا أخرتت شوية، فما صار فيها ما 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 ما, ما يعني هذا الصداع. راح نروح إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع جدا مهم عن مرضى الصرع والصيام، بتكون معنا الدكتورة ياسمين محمد أخصائي أول قسم الأعصاب في هيئة الصحة بدبي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006. بما نقول عن رسائل النصية يا جماعة، اللي طرشونا رسائل المفروض تكون لبرنامج البث المباشر اللي قبل صحة وسعادة، رجاء أن تلتزمون بوقت برنامج صحة وسعادة، لأن طرشون الرسائل وسط برنامج يعني التزم بموعد البث المباشر، لأن لما طرشون رسائل وسط برنامج صحة وسعادة يكونون أصلا موظفي التنسيق مال برنامج بث مباشر شغالين على الرسائل كانت واصلة خلال البرنامج، فحرام تطرشون الحين، التزموا وقت برامج نور دبي، يعني كل برنامج طرشوا رسائل في وقت البرنامج عشان يكون سهل يتابعون رسائلكم. مثل ما كنت أقول قبل الفاصل، موضوعنا الحين عن المصابين بالصرع، طبعا المصابين بالصرع ظروفهم الخاصة مع الصيام،
واستكمال حديثنا عن أصحاب الأمراض المزمنة والصيام، تكلمنا الأسبوع اللي فات عن اللي عنده سكر واللي عنده ضغط وحتى اللي عندهم ربو، هذا استكمال هالحديث. نتطرق اليوم لهذه الحالة الصحية اللي هي مرض الصرع وعلاقتها بالصيام. يسعدنا الحديث عن هذا الموضوع أن تكون معنا الدكتورة ياسمين محمد، أخصائي أول في قسم الأعصاب في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد دكتورة ياسمين. وكل سنة وكل المستمعين بخير يا رب، وأيام مفترقة بإذن الله في شهر رمضان الكريم. وانتي بصحة والسلامة إن شاء الله. دكتورة ياسمين، نتكلم أول شيء عن مرض الصرع بشكل عام، ما هو وما هي الظروف الصحية الخاصة المصاحبة لهذا المرض؟ خليني أعرف الأول مرض الصرع إن هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، وده بيتسبب في إن كهربة المخ يكون فيها نشاط مضطرب. الطبيعي ان احنا كهربة المخ في الاشخاص الطبيعيين بتبقى سلسة، لكن في الاشخاص اللي عندهم مرض الصرع بيبتدي يحصل اضطراب في النشاط الدماغي للمخ. ده بالاساس مرض الصرع. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تكون عملت مرض الصرع؟ من اهم الاشياء ان احنا نعرفها انه في بعض الأحيان ما بيبقاش فيه سبب معروف هو تسبب في مرض الصرع. فدي أول نقطة مهمة، إنه في بعض الأحيان بيبقى غير معروف سبب مرض الصرع. في بعض الأسباب زي عوامل وراثية، أشخاص بيبقى عندهم عوامل وراثية وتسببت في حدوث مرض الصرع. نعم. الحاجة الثالثة إنه ممكن يكون سبب مرض الصرع ده ناتج لمرض آخر، زي مثلا جلطة في المخ تكون حصلت، أو نزيف في المخ يكون حصل، أو أمراض أخرى مثل أمراض في الكلى مثلا، أمراض في الكبد، اضطرابات في الدم تكون تسببت في حدوث مرض الصرع. فده يعني عشان ندي فكرة عن إيه المسببات لمرض الصرع. نعم دكتورة ياسمين، دائما مرض الصرع مثل ما يقولون له خصوصية معينة، يعني مو بس نركز دائما على الرعاية الصحية المقدمة لمريض الصرع والتزام بأدويته، لكن هناك مرض الصرع يحتاج إلى رعاية اجتماعية. شو رأيك في الكلام، وليش هناك دائما نواحي اجتماعية ونفسية مرتبطة بمرض الصرع؟ طبعا غير الرعاية الطبية المفروض يبقى في نواحي اجتماعية ونفسية. بمعنى انه لازم الاسرة بتاعة مريض الصرع ده تبقى طبعا عارفة ايه اسباب المرض، المسببات اللي تسببت في المرض، الادوية والعلاج بتاعه ايه، هل الاسرة بتتابع بانتظام انه المريض ياخد الدواء في اوقاته الطبيب شرحها، لان دي حاجة مهمة جدا في انضباط المرض وتجنب نوبات التشنجات اللي ممكن تحصل. طيب غير المعلومات اللي لازم تبقى أسرة المريض عارفاها، في حاجة اسمها المحفزات للمرض. يعني مرض الصرع لما يحصل ممكن يبقى فيه أشياء بتحفزه، فلازم أسرة المريض أو اللي حواليه يبقوا على علم بالمحفزات دي علشان يحاولوا يتفادوها. المحفزات دي مثلا من ضمنها التوتر النفسي، يعني لو حصل توتر عنف كتير يبتدي المريض نفسه ممكن يخش في نوبة تشنج. الشيء الثاني المحفز ممكن يكون اضطراب النوم. النوم لازم يبقى المريض الصرع بياخد كفايته من النوم، فلازم الأسرة أو اللي حوالين المريض يبقوا دايما ملمين بالمعلومة دي، فيبقوا يحاولوا يتفادوا حدوث اضطرابات في النوم للمريض. الحاجة الثانية اللي ممكن برضو حوالين المريض يساعدوه فيها انه يتفادوا الاضاءات الشديدة، الفلاشز بتسميها، فلاشز اوف لايت، اضاءات شديدة للمريض ممكن دي تؤدي الى، في بعض الاحيان مش كل المرضى لكن في بعض المرضى ممكن تؤدي الى نوبات. صحيح. من التشنج. فدي أشياء المفروض حوالين المريض وأسرته يحاولوا يتفادوا المحفزات دي. في برضو شيء تاني، هي أسرة المريض تحاول
على بقدر المستطاع ان هي تعملها حماية المريض لو حصل له نوبة في البيت، يعني البيت نفسه يبقى آمن إلى حد ما، بحيث إذا حصلت نوبة تشنج الإصابات اللي ممكن تحصل للمريض تبقى ما تحصلش. صحيح. لو تفادينا الأشياء دي. الأسطح مثلا لو في أسطح ممكن تكون تصيب المريض لو وقع واتخبط، نحاول نغطي الأسطح دي، نعمل حماية ليها. في أشياء ممكن نغطي بها الأسطح دي زي الترابيزات، الطاولات نفسها بيبقى ليها بوز مثلا، دي لو حصل غطاء ليها ممكن تحمي المريض. الأسطح اللي ممكن تكون يحصل تزحلق عليها نحاول نتفاداها، نحن نغطي الأرض بطريقة إنه المريض لو لا سمح الله حصل له نوبة تشنج وممكن يقع أو حاجة، تبقى الأسطح دي آمنة وما يحصلش تزحلق على الأرض. صحيح. فدي أشياء الأشخاص أو الأسرة المريض ممكن يحاولوا يعملوها بحيث يتفادوا لو لا سمح الله حصلت نوبة تشنج يتفاداها. ممتاز. لما نتكلم عن مريض الصرع والصيام، كيف ممكن أصلا الصيام يأثر على مريض الصرع، وكيف ممكن يتفادى أن يصيب نوبات بسبب طول ساعات الصيام؟ طيب، في الأول أول شيء مريض الصرع لازم يكون بيتابع مع الطبيب بتاعه، وقبل طبعا دخول شهر رمضان المفروض يكون عنده فكرة مع الطبيب، يتكلم مع الطبيب بتاعه هل الصيام مناسب ولا لا. أوكي. في بعض المرضى ممكن الطبيب يقول لهم حالتكم تسمح بالصيام، وفي بعض المرضى الطبيب ممكن يقول لهم لا هيبقى في صعوبة في الصيام، فده لازم يبقى قرار ما بين الطبيب والمريض حسب حالة المريض. صحيح. عشان تبقى الصورة واضحة. طيب بالنسبة للمرضى بصفة عامة، اللي هيصوموا واللي الطبيب قال لهم ممكن يصوموا، دول في الحالة دي بياخدوا طبعا الأدوية بتاعتهم مع الفطار والسحور حسب ما الطبيب يحدد لهم، فدي تبقى نقطة واضحة. أما في بعض الحالات بيبقى في صعوبة في إن احنا نغير مواعيد الأدوية، وبالتالي ساعتها الطبيب بيبقى شايف إنه الحالات المعينة دي هيبقى صعب فيها الصيام، فده قرار بين الطبيب والمريض. الشيء الثاني اللي ممكن نراعيه أثناء الصيام، أنا قلت قبل كده أنه المحفزات بتاعة نوبات الصرع هي اضطراب النوم، ففي رمضان أحياناً اليوم بيحصل أنه بيتقلب، فيبقى صحيح. الأشخاص بتسهر طول الليل وتنام بالنهار، في خوف من اضطراب النوم أنه يؤدي إلى تشنجات، وبالتالي إحنا عايزين المريض على زي ما يكون الروتين بتاعه ان هو اذا كان بياخد ساعات معينه من النوم ومنتظم عليها يكمل على نفس الساعات دي بقدر المستطاع، لان اضطراب النوم نفسه ممكن يؤدي الى نوبات تشنج. وبالتالي احنا بننصح مرضى الصرع انه لو يلتزموا بساعات النوم اللي متعودين عليها وبالتوقيتات اللي متعودين عليها، ما يحاولوش يغيروا يومهم قدر المستطاع. ده شيء مهم انه ياخدوا قسطهم من النوم كمان، ده شيء مهم جدا لمرضى الصرع. الشيء الثاني انه لو مريض الصرع ده هيصوم، احيانا انخفاض نسبه السكر في الدم ممكن تؤدي الى نوبه تشنج، وبالتالي مهم برضو انه الشخص اللي هيصوم اذا كان عنده مرض الصرع انه لازم ياخد وجبه السحور، يعني ياخد قسطه من النوم، يصحى على ميعاد السحور، يتسحر عشان تاني يوم ما يحصلش انخفاض شديد في السكر عنده في الدم. طبعا مع شرب الميه مطلوب منه انه يشرب ميه ما بين الفطار والسحور. والشيء التاني انه طبعا الوجبات اللي ياخدها تبقى وجبات صحيه بقدر المستطاع، ده شيء مهم بصفه عامه لكل الاشخاص اللي هيصوم. فدي النصايح اللي ممكن اقولها الأشخاص. النوم مهم جدا، فما نحاولش نغير في يومنا بقدر المستطاع. حاجة تانية بالنسبة للأشخاص اللي عندهم صرع، لازم يرجعوا للطبيب بتاعهم وياخدوا معاه قرار هل هيقدروا يصوموا ولا الطبيب هيبقى له رأي آخر في موضوع الصيام ده. ممتاز. دكتورة، بخصوص الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمرضى الصرع، نمر على عجالة بالخدمات المختلفة اللي تقدمها هيئة الصحة لمرضى الصرع. احنا عندنا في مستشفى راشد هنا في هيئة الصحة بدبي عندنا عيادة
الصرع، ودي موجودة في أيام في فترات الصبح وأيضا في فترات المساء، في توقيتات مختلفة عشان تناسب المرضى. في أيضا خدمات الطوارئ، لو لا سمح الله حصل أي نوبات تشنج المريض ممكن يجي على طول على الطوارئ. أيضا في خدمات الداخلية، لو المريض احتاج أنه يخش المستشفى فيه طبعا خدمات طبية داخلية داخل المستشفى القسم الداخلي. في أيضا عندنا وحدة متابعة مرض الصرع نفسه، دي وحدة مريض الصرع إذا احتاج أو الطبيب شاف أنه محتاج أنه يبقى في المستشفى بحيث يتعمل له متابعة برسم مخ متواصل أكثر من 24 ساعة بنقدم الخدمة دي. وفي أيضا شيء تاني اللي بنعمله وده موجود عندنا في مستشفى راشد، تحفيز العصب المبهم، دي طريقة مختلفة في علاج مرض الصرع تختلف عن الأدوية، بس دي مش في كل الحالات، لحالات معينة اللي هي صعبة العلاج بالأدوية بتعمل لها التحفيز العصب المبهم في مستشفى راشد برضه. ممتاز. في نصيحة حابة توجهينها دكتورة ياسمين لمرضى الصرع اللي يتابعونا اليوم بخصوص مواظبة على العلاج أو المتابعة المستمرة مع الطبيب أو نصائح بشكل عام؟ أنا النصيحة اللي أحب أقدمها لمرضى الصرع اليوم إنه مرض الصرع ده مرض ممكن الشخص يتعايش معاه إذا كان بيتابع مع الطبيب، بياخد الأدوية بتاعته منتظم عليها، نمط الحياة بتاعه صحي. الأشخاص اللي عندهم صرع ممكن يتعايشوا معاه ويبقى أمورهم طبيعية إلى درجات عالية جدا. أهم شيء المتابعة مع الطبيب، أخذ الأدوية حسب توصيات الأطباء، والنمط الحياة الصحي اللي هو فيما يتضمن كل النصائح بتاعة النوم، قسط النوم، وباقي الأشياء اللي هي الأكل الصحي والعامل النفسي، تقليل التوتر النفسي بقدر المستطاع. كل الأشياء دي تؤدي إن شاء الله إلى حياة صحية دايما بإذن الله إن شاء الله. أنا شاكرة لدكتورة ياسمين محمد أخصائي أول قسم الأعصاب في هيئة الصحة بدبي مداخلتك معنا اليوم بخصوص مرضى الصرع والصيام. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. فطبعا مثل ما قالت دكتورة ياسمين بخصوص مرضى الصرع والصيام إن قد تؤثر اختلاف مواعيد النوم. بالعادة في رمضان هو اختلاف مواعيد النوم هي أحد العوامل الرئيسية اللي تأثر في المرضى الأمراض المزمنة بشكل عام والصرع بشكل خاص، لأن طبعا مريض الصرع بشكل خاص حساس أكثر لتغيرات مواعيد النوم وإلى الإضاءة القوية، بالتالي إذا تم يسهر طول الليل ينام على الفجر تختلف عنده مواعيد النوم، بالتالي قد لا يكون جسمه قادر على التأقلم مع هالتغييرات وتستوي للنوبة صرع، مع أنه يكون احتمال يكون سنوات ومتحكم بالصرع بشكل جيد. مثل ما دائما نقول النصيحة أنه يجب على أي مريض عند أي من أمراض المزمنة تستوجب أخذ الأدوية بشكل منتظم، لازم تشوف الطبيب قبل دخول شهر رمضان. لا يفترض أنه أنا أعرف أدويتي وأنا أروم أعدل في الجرعات أو في الأوقات، لأن استشارة الطبيب ما راح تأخذ وقت لكن راح تأخذ أنت أفضل فائدة. مثل ما قلنا الصيام شهر الصوم شهر ذهبي لتحسين كل تحكم بكل الأمراض المزمنة اللي عندنا، حتى الصرع والضغط والسكر والربو وغيره، وممكن نستفيد منه بشكل أفضل لو قدرنا نستشير الطبيب عشان يعدلنا جرعات الأدوية مواعيد الأدوية حتى يعدل وينصحنا في موضوع الوجبات. يعني لا نتساهل موضوع دور الأكل في التحكم الأمراض المزمنة اللي عندنا، فعشان شيء مهم جدا أن جزء من خطتك العلاجية لنفسك مو بس أنك تشوف طبيب المختص للأدوية، أيضا تشوف أخصائي تغذية يخبرك شو كيف ممكن تتناول وجباتك في رمضان بما أن نظام رمضان مختلف عشان تحصل على أفضل فائدة من الصيام.
يعني سواء كان عندك سكر، سواء كان عندك ضغط، سواء عندك ارتفاع كوليسترول، الصيام وتنظيم الوجبات قد يساعدك كثيرا في تحسين التحكم بالمستويات. مثل ما قرينا احنا في بداية الدراسة في بداية الحلقة عن أوميجا 3 اللي يجينا من الأسماك، يؤثر أيضا في استجابة الجسم للأدوية المناعية لمكافحة السرطان، وهذا عنصر من العناصر الغذائية اللي احنا موجودة عندنا اللي هو الأوميجا 3، فما بالكم بجميع العناصر الغذائية اللي احنا ناخذها في أكلنا. نصيحة مثل ما يقول ما فات الوقت إلى الآن، احجزوا موعد عند أخصائي التغذية وعند طبيبكم اللي تتابعون عنده من قبل، راجعوا مع الأدوية مالتكم، مواعيد النوم. مثلا أنتوا من نوع مثلا اللي ينام من وقت في رمضان عشان يشحق قيام الليل بالليل، في وايد من الناس يعني عقب الفطور عقب صلاة العشاء تصلي تراويح تنام عقب تنش واحدة أو 12 عشان تقوم الليل، فهذا التغير في روتين النوم يأثر ترى عندكم. فاستشور الطبيب وأخصائي التغذية شو أفضل شيء تناولون على السحور، كونكم مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الكوليسترول، مرضى الصرع، شو أفضل شيء تناولون على السحور عشان يساعدكم أنكم ما تتعبون خلال نهار رمضان. إحنا وصلنا إلى نهاية برنامجكم برنامج صحة وسعادة اليوم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. إلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، أقول لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.